أعلنت الهيئة الوطنية انتهاء اليوم الثالث لاستقبال أوراق راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وأشار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ارتفاع إجمالي من تقدموا للترشح إلى 382 شخصا، منوها بأن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة. وأوضح أن لجنة الفحص والبت في صفات المرشحين تقوم بفحص الأوراق المقدمة من المرشحين والأحزاب أولاً بأول.